شراكه مع عده قدماء في الامين التشكيلي بالجهه الشرقيه. اقدم لكم اليوم معرض جماعي للفنانين التشكيليين السي قديري. وكاين الفنان ديالنا الكبير اللي كيمثل الجهه الشرقيه على المستوى العالمي سي مصطفى بوجمعاوي. قبل ما نعطي الكلمه للاخوان نعطي الكلمه للسيد المدير الجهوي كلمه ترحيبيه بالاخوان التشكيليين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين. شكرا الاخ والصديق ادريس الحاوي على تنظيم هذا المعرض الجميل. هذا المعرض كما جاء على لسان السيد مسؤول الرواء هو فكرة انبثقت بشراكة بين جمعية قدماء الفنانين التشكيليين بوجدة والمديرية الجهوية للثقافة. وقد كان في البدء الغرض من هذا المعرض هو أن يكون احتفاء بشهر التراث الذي تحتفل به وزارة الثقافة والمغرب دائما من 18 من ابريل اليوم العالمي للمباني التاريخيه الى 18 ماي اليوم العالمي للمتاحف من كل سنه. لكن بعض العوائق الصحيه خصوصا هي التي جعلتنا نؤجله الى غايه اليوم. واذ نرحب بهؤلاء الفنانين فاننا نعتذر لهم عن تقصيرنا في ان كان هناك تقصير، ونعتذر بالخصوص انا والسي ادريس عن اننا اخذنا بشجاعة مسؤولية اعطاء عنوان لهذا المعرض اسميناه متاهات الفنان. لماذا اسميناه متاهات الفنان؟ اننا بالعودة الى الاسطورة الاغريقية التي تتحدث عن الملك مينوس الذي صنع متاهة وضع فيها وحش المينوتور، وكان هذا الوحش يفترس كل عذار اثينا وابناء اثينا لكي يصد هجمات الملك مينوس على بلاد اليونان. الا ان هذه المتاهه صنعها مهندس اسمه ديداغوس، وفي الاخير سوف يفر هذا المهندس من طغيان الملك مينوس، وفي فرار هذا المهندس المعماري سوف يصنع اجنحه وسيطير بها مع ابنه ايكاروس، الا ان الشمس ستذيب شمع الاجنحه وسيقع ذلك الطفل في الماء. فهذه المغزى من هذه القصة الأسطورية أن الفنان الذي يصنع المتاهة يطير بنا في عوالم أخرى لا ننتظرها ثم يعود بنا إلى أرض الواقع. هذه كان الإسقاط الذي قمت به بمعية الصديق إدريس الرحاوي، وقمنا بمحاولة الغوص في بعض المتاهات التي قام هؤلاء الفنانون مشكورين لإهدائنا إياها. وكانت آخر متاهة هي هذه التحفة الفريدة لسينما فوكس التي حدثني عنها منذ قليل الأخ والصديق يحيى عبروس عن تلك الحيلة الذكية للاستفادة ماديا من بعض القصص المصورة من أجل الاستمتاع بالفن السابع بالسينما ثم العودة إلى الاستفادة منها من جديد. وهكذا تلاحظون أن الفنان هو ذلك العمل، الفن هو ذلك العمل المتجدد الذي يضخ في النفس الإنسانية دائما المزيد من الأحلام والمزيد من الأشعار والمزيد من الفن. فلهؤلاء جميعا أتقدم بخالص الشكر وأزكى الامتنان، ونتمنى لهم المزيد من العطاء، وستكون مرافق وزارة الثقافة دائما مفتوحة لاستقبال أعمالهم إذ ما زالوا شبابا وسيوافوننا بالمزيد إن شاء الله. شكرا.